كتير دلوقتي بقيت اشوف اطفال صغيرين عندهم تيك توك، عندهم برامج، عندهم محتوى، او بيتم استخدامهم من قبل الاهل على فكرة ان هم يقدموا محتوى. حقيقي هو انا بيصعبوا عليا قوي الاطفال دول، لاني بحس ان هم سلعة في ايد الاهالي. لو هم فعلا الاهالي بيفكروا صح، هم استحالة يستخدموا ولادهم في ان هم يطلعوا ويعرضوهم للانتقادات والكاميرات وتصوير. تعالوا ناخدها كده واحدة واحدة. اولا التيك توك ده مش مفروض ابدا الاطفال يعني يكون عندهم الابليكيشن ده او التطبيق ده غير بعد 12 سنة، وده قانون التطبيق عامله. فلما الاقي اطفال عندها 3 و4 و5 سنين عندهم التطبيق ده وباسمائهم، ده اسمه ايه؟ اتنين، حتى لو انا التطبيق ده من خلالي وانا بطلع ابني علشان خاطر اشد بيه انتباه او اجيب بيه ريتش عالي او اعمل بيه فلوس، هو انت كده بتتاجر في ابنك على فكرة. انت كده بتتاجر في الولاد، انت كده تحولت لفكرة عبيد وسادة. ومش قادرة اتخيل احنا السوشيال ميديا خلتنا لفين. مش معنى ان في ناس بتعمل كده فيبقى ده صح، ابدا. مش معنى ان اللي جاري بيدخن السجاير فكل الناس هتدخن فده صح، ابدا. مش معنى ان في اغلبية بيعملوا كده يبقى ده هو الصح. بعد اذنك او بعد اذنك يا ماما، لو انت بتستخدمي ولادك في انك عشان تشتهري او عشان خاطر، حتى مع احترامي ان لو المحتوى كويس طب ما اقوله، انا اطلع اقوله، انا ليه استخدم الاطفال؟ كميه الصراعات النفسيه اللي بيدخلوا فيها الاطفال دي لا باس بها. كميه ان انا بحط طفل صغير اون سبوت والكلام السلبي بقى اللي هيسمعه والكلام الايجابي، وقيس فجاه بعد ما هو خلاص خلص عن السبوت ده هيحصل له اكتئاب. هو انا ليه ما بقتش اطلع؟ هو انا ليه ما بقتش اعمل الحاجات دي؟ هو انا ليه ما بقتش الناس بتتكلم عليا؟ كل ده بيعرضه النفسيه، بتدمره، لان هو لسه طفل صغير المفروض يعيش الحياه بتاعته. هو ما اتخلقش ان هو يكون تحت الشهره والنجوميه، ولا ان هو فعلا يقوم يقدم محتوى. انت طفل صغير، انت اللي تقدم لك، انت اللي تسمع مش انت اللي تعمله. بلس انه طبعا كل ده يعني الاطفال في السن ده المفروض يكون ليهم ادوار تانية، ليهم اعمال تانية، ليهم مهام تانية، يكونوا فعلا بيتربوا مش يكونوا هم اللي بيربوا. فبجد بجد بناشد كل اسرة بتستخدم ابنها في انها عشان خاطر تجيب مشاهدات او عشان خاطر تقدم محتوى، لا، قدمي بنفسك احسن واحمي ابنك. طب لو فرضا ان ابني هو اللي عايز يقدم المحتوى ده، المفروض ارد عليه اقول له ايه؟ لو ابني تحت 12 سنه انا المفروض اقول له ان انت حبيبي الابلكيشن ده مش المفروض ان انت تنزله، لانه ليه مساوئ ليه اخطار. هو فعلا بيبقى فيه ساعات حاجات ايجابيه بس الاغلب بيبقى فيه حاجات سلبيه. اتنين، انت لسه ليك دور صغير بتعمله، لو انت عايز تعمل فيديو صغير ده لو تحت 12 سنة. انا بتهيألي المفروض ان الاطفال تحت 12 سنة ميبقاش عندهم اي موبايل بجد، لانه فعليا ده خطر. كأني مثلا بأدي سكينة لابني او بديله مسدس وببقى مش امين عليه ولا هو امن على نفسه. فبالتالي انا ضد فكرة ان الولاد تحت ال 12 سنة يكون عندهم موبايل او ان هم يطلعوا عندهم محتوى، ان هم في الفتره دي المفروض هم اللي ياخدوا محتوى. وبرده المحتوى ده مين اللي بيقدمه، مين اللي بيسمعه، مين، كل الحاجات دي كلها لازم اكون انا يعني انا ماسك زمام الامر، مش مخلي الولاد هم اللي ماسكين الزمام. ولا احنا هنطلع واصحابنا عندهم وبيعملوا، ما شفتيش صاحبتي اللي بترقص وبتعمل مش عارفه برامج ايه؟ كل ده غلط، لا يصح الا الصحيح. خلي عندك مبدا، خلي عندك، خليك دايما او خليكي دايما حازمه في قراراتك.